مساء الخير، وبداية بحب أشكر قناة الأردن اليوم على إتاحة هذه المساحة لأتحدث كأردني عاشق لوطنه وفخور بانتمائه لهذا الشعب العظيم اللي واجه خلال تاريخه تحديات يعجز عنها دول عظمى في العالم. وكان دائما الأردن صوت عالي للحق يحترمه ويسمعه جميع العالم، ولم نصل لهذه المرحلة إلا بهمة وعزيمة شعبنا العظيم وحكمة ورؤية قيادتنا الهاشمية. بالتاريخ المعاصر وخلال السنوات الأخيرة وتحديدا من العام 2009 مر العالم بأزمة اقتصادية خانقة رمت بظلالها على اقتصاديات العالم كله، وكان لها أثار سلبية وبالذات على وطننا الحبيب الأردن. وبعد الأزمة الاقتصادية بدأ الربيع العربي، وبدأنا نعاني من تبعات الربيع العربي، ومن ثم ملفات اللجوء. ولا ننسى أنه الأردن أصبح الجزيرة المستقرة وسط محيط عالي الأمواج في المنطقة، وزاد الحمل مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي اللي الصراحة كان برغم إيجابيتها وبرغم قدرتها على زيادة درجة الشفافية بالمجتمعات والقدرة على التعبير عن الرأي والتواصل، ولكن كان في أصوات سلبية، وعم نشوف وبنقرأ وبنسمع مؤخرا كثير من المغالطات والحقائق المشوهة أو المنقوصة. أصبحت الإشاعة خبر، وأصبح الخبر إشاعة، وأصبحنا نسمع ونرى نظريات لا تمثل الاقتصاد أو لا تحقق أي هدف منشود في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حتى التنمية السياسية. من أثقل الملفات اللي أو التحديات اللي عم نواجهها هو التحدي الاقتصادي اللي لابد من معالجته بقرارات صحيحة وسليمة مدروسة قادرة على حفظ الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على أمن المجتمع. نتجنب كل سنة القرارات السليمة ونبحث عن البدائل. كل هاي البدائل ما ساهمت إلا بزيادة العبء المالي على المواطن، ولكن بشكل غير مباشر. أعتقد أنه إجا الوقت أنه إحنا نواجه الواقع، إجا الوقت أنه إحنا نواجه التحديات زي ما بتاريخنا واجهنا كل التحديات اللي مرت علينا. من الأمثلة هو دعم المواطن أو قرار دعم المواطن بدل من دعم السلعة. هذا هو المنطق والعقل والقرار السليم، وهذا هو الصحيح. البديل لم ولن يحقق المطلوب ما دام الدعم موجه للسلعة وليس للمواطن. ولكن كل سنة عم نشوف أنه الحديث في هذا الموضوع أصبح من المحرمات، الحديث في هذا الموضوع أصبح خط أحمر، ولكن لابد من الصوت اللي يقول أنه هذا القرار السليم، ولكن كيف نكسب ثقة المواطن بأنه هذا هو القرار السليم، وهذا بيكون بدرجة عالية من الشفافية، بدرجة عالية من المصداقية، وبآلية تنفيذ يقبلها المواطن وتحافظ على كرامة المواطن الأردني. من التحديات الرئيسية واللي مطلوب العمل عليها بنفس الوقت هو نظام ضريبي مرن، نظام ضريبي ذكي لا يسمح بالتهرب ولا يسمح بتراكم التهرب، ولكن لابد أن النظام ما يعامل كل شخص كمتهرب، ولكن النظام لا يسمح بالتهرب. والتطور التكنولوجي الكبير أصبح بالإمكان تحقيق هذا الهدف وتحقيق هاي الغاية. يجب أن نفعل سيادة القانون وندعم سيادة القانون وهيبة القانون، لأنه فقط بالقانون يحاسب المخطئ
وفقط بالقانون بنحفظ أمن الوطن وبنحفظ أمن المواطن. لابد من النظر إلى المحافظات وتعزيز بيئة الاستثمار في المحافظات، لابد من توفير فرص العمل في المحافظات، لازم نواجه التحديات وما نتخبى وراها، يجب أن نحارب الواسطة والمحسوبية، وهي من النقاط اللي مشكلة قلق عند المواطن الأردني ومشكلة نوع من عدم الارتياح عند المواطن الأردني، فلا بد من وضع حد للواسطة والمحسوبية والعمل على إنهائها، وهذا ما بيتم إلا زي ما حكينا بالتواصل المستمر وبالشفافية وبسيادة القانون. لازم نعمل للوطن، الأردن بلدنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا، فلازم يكون عملنا دائما للوطن مش للقاعدة الشعبية، لازم يكون العمل للإنجاز، والبقاء في الكرسي ليس إنجاز، الكرسي هو وسيلة لتحقيق الإنجازات وليس الإنجاز بحد ذاته. لازم نطلع من حالة الإنكار والاحتفال بشبه الإنجاز أو اللا إنجاز إلى حالة الاعتراف بوجود الضعف، إلى حالة الاعتراف بوجود التحديات ومواجهتها. لازم نستعيد ثقتنا ببعضنا البعض، والأهم ثقة المواطن بحكومته ونوابه. الاستثمار مش فساد، والنجاح مش جريمة، والخوف من اتخاذ القرار الصحيح هو الفساد، لأنه هذا هو اللي بيأثر سلبا على مستقبل الوطن. محاربة النجاح كارثة، النجاح يحتفل به، النجاح يكافأ، والفشل يحتاج إلى دعم لتحويله إلى نجاح. بنواجه مديونية كبيرة في الأردن، وناتج قومي إجمالي إذا حسبناه للفرد بيكون التحدي الرئيسي أمامنا هو كيف نزيد هذا الناتج القومي الإجمالي. وهناك قصص نجاح في العالم لدول تشابه الأردن في مواردها وفي عدد سكانها، ويتميز الأردن صراحة عن هاي الدول اللي نجحت بأنه إحنا لدينا كنز من الطاقات البشرية يقف العالم كله احتراما لهذه الطاقات البشرية. فلا بد أنه نعمل على زيادة الناتج القومي الإجمالي، ولن يزيد الناتج القومي الإجمالي إلا بقصص النجاح وخلق بيئة استثمارية مناسبة في الأردن. اللي بيطلع على قصص نجاح الدول المجاورة بيعرف أنه الفرق الوحيد بيننا وبينهم أنهم خلقوا بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وليس طاردة للاستثمار. اللي بيقرأ منصات التواصل الاجتماعي اليوم بالأردن بيعتقد أنه إحنا عايشين في بؤرة فساد وليس في دولة تزخر بطاقات بشرية وفيها فرص استثمارية كبيرة في كل أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. من التحديات الرئيسية والفرص بنفس الوقت أنه إحنا مجتمع يشكل الشباب أكثر من 50% من تركيبة هذا المجتمع. لابد أنه نعمل لأجل هؤلاء الشباب، ولابد أنه الشباب يشاركوا في صنع مستقبل الأردن، لأنه مستقبل فعليا هو مستقبل لإلهم. الوطن والأردن بتاريخه قدم تضحيات كبيرة ليحفظ أمنه واستقراره، وحسدونا كثير ناس على أنه كيف الأردن قدر يتخطى التحديات الكبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة. ولأجل من ضحوا لهذا الوطن، والأمثلة كثيرة، ولأجل عائلات من دفعوا دمهم ثمن استقرار وأمن هذا الوطن، أعتقد أنه من حقهم أنه نعمل من أجل الوطن وأنه ننتقل للعمل من أجل الوطن. لازم نرجع
أساسيات مجتمعنا الأردني وهي التكافل، التعاون، وحدة هذا الشعب، مواجهته للتحدي كإيد واحدة، وقوفه أمام كل تحدي ككيان واحد، والمستقبل مليء بالفرص. وأعتقد أنه بالإمكان أنه إحنا نغير من واقع الحال بعملنا الجماعي وبإيماننا المطلق بوطننا وقيادتنا الحكيمة. الأردن مسؤولية الجميع وحقه على الجميع. كل يوم أو كل يوم بعد يوم أو كل أسبوع عم نقرأ رسالة من شخص موجهة إلى جلالة الملك، ولما نشوف هاي الرسائل الصراحة بنسأل حالنا دائما وين دورنا؟ وين دورنا كأفراد بالمجتمع؟ هل المواطن بيسأل نفسه أنه هل أمارس حقوق المواطن السليمة؟ أين دور المسؤول؟ أين دور الحكومات، مؤسسات العامة، مؤسسات الخاصة العاملة على أرض هذا الوطن؟ هل الجميع يقوم بدوره بالطريقة الصحيحة والسليمة؟ هذا سؤال لازم كل شخص يسأله لنفسه، لأنه بهاي الطريقة إذا بنرجع لورا، أنا ربيت بحارة في أحد أحياء عمان الشرقية، عشت أكثر سنين حياتي بهاي الحارة. بهاي الحارة ما كان، وبقدر أجزم أنه ما كان ينام بهاي الحارة أي عائلة جوعانة أو أي شخص بحاجة لأنه للدفى، أنه ما توقف معه الحارة وتساعده. مجتمعنا مجتمع تكافل، وكان كل حياته وكل عمره وتاريخه كامل مجتمع تكافل. لابد أن نعود إلى تكافل المجتمع، لابد أن يتحمل المجتمع مسؤوليته تجاه نفسه. المستقبل هو ما نصنعه نحن، المستقبل من صنع أيدينا، والمستقبل بنصنعه بعزيمتنا وإرادتنا ومساندتنا لبعضنا البعض. مش راح يصنع المستقبل ولا راح نتحول لمجتمع قوي قادر على إحداث التغيير بركوب الأمواج والبحث عن الشعبية والقاعدة الشعبية. لازم نرفع درجة الثقة، لازم نفتح أبواب الشفافية، لازم ندعم دور القانون، لازم نفعل الإيجابية ونبتعد عن السلبية، ولازم نواجه الواقع. وبالنهاية بقول الله يحمي الأردن وشعب الأردن العظيم وقيادة الأردن الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الله يحفظه ويرعاه ويحفظ كل من يعمل لأجل هذا الوطن في كل موقع، سواء كان أجهزتنا الأمنية اللي بنفتخر بكل فرد من أفرادها، أو كل فرد أردني يعتز بهويته الأردنية ويعمل من أجل مستقبل الأردن. ونفتخر بشبابنا الأردني ونقول لهم مستقبل لكم، لابد أن تقودوا عملية التغيير، ولابد أن تكونوا في مواجهة كل التحديات اللي بتواجهكم. المستقبل جميل، الأردن مليء بالفرص، ولكن بده همة وعزيمة لتحقيق كل الأحلام وكل الطموحات. والله يعطيكم العافية وشكرا.